انا كم مره قايل لك هذه ما تدخل بيتنا؟ انت ما تفهمين؟ صح كلامك، بس انا شنو اسوي يا ربي؟ فاروق هي البنيه، هي بكل ادب واحترام جايبه بطاقات عرسها بتعزمني على عرسها، مو انا بروحي، حتى خواتك بعد. بعدين انا كم مره، لحظه، هذه الريحه ليش حاطه الريحه؟ الريحه لا تطلعين، اللي انت حطيتها هذه تلوح كبدي، ليش حطيتها؟ اي ريحه؟ قالي انا ما تفهمين انت، الريحه اللي حطتها هيمة. تعالي ساعه، شنو هذا اللبس؟ شنو هذا؟ وين يونيفورم؟ يونيفورم عجوتي بعد منعل. انا بفهم، انا خدم اخواني، ليش الواحد يتحالى ياكل من ايدهم؟ ليش احنا هني كذي شكلنا؟ ليش؟ بعدين انت، انا بفهم، اكو حد يلبس دراعه؟ منو يلبس دراعة على حم البيت؟ منو الخدام، انت ولا هي؟ وبعدين هذا اللي تحطه براسه، ما تشمين ريحه راسه انت؟ ريحه راسه حل فاروق، مو بيدي هي، اذا ما حطت الدهن على راسها ثاني يوم تقعد مصدعه. والله راح تصدق صدق اذا حطته مره ثانيه، لاني بهفها في الطفايه. جو تدرين هالكاكاو متى بطل مقطوطة لي؟ اي كاكاو هذا فاروق هذا جديد؟ انت مضايق من شيء؟ انا تعبان منك، انا تعبان من البيت بيمشي من الوسخ. انت ايش فيك؟ انت ليش ما تهتمين بنفسك ولا ببيتك ولا بحياتي ولا بحياتك؟ فاروق حاضر، لا ضايق عمرك، كل شيء تبيه بنسوي. تبي شيء؟ انا بروح الجمعيه اشتري اغراض ناقص هالبيت. تبي اجيب لك شيء؟ غادة، تتزوجين انتي على ذمتي؟ لا احمل قدام الناس وانا مو متزوجه. راح تطيحينه؟ لا راح تطلقني. ما راح اطلقك. ما راح انزل، راح تطلقني. راح تنزلينه. انت عبالك لعب، عبالك لعب اللي بيننا. انا كرهت الدنيا بسبتك. مرتي مالي خلق اطالعها، مالي خلق اشوفها، مالي خلق اقعد يمها. كرهت الدنيا بسبتك، عبالك عادي. تهدمين حياتي، عبالك عادي. يا سلام، وانت يعني تبي تخرب حياتي وتبيني اسكت لك؟ شوفي، لو تنطبق السماء على الارض ما راح اطلقك. وريني ايش بتسوي يا فاروق، وريني ايش بتسوي. المزاهر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمعوا وفقوا الله وصدقوا اللي قالوا. مبروك. من متى؟ ايش تبين؟ توقيعك علشان تسوي لي فقدان ذاكره وانسى اللي شفته. غادة، ها؟ والله منتهين. فاروق حبيبي، ترى إذا ما خاطرك توقع عادي، أنا بصراحة فرصة ويت لي عندي. طيبة؟ إهمي خاطري أخذها. صار لي 10 سنوات وأنا مستشار.
أول مرة بظلم بني آدم. إحنا بنشربها من نفس الكاس اللي شربتنا منه. هذه عدالة ما هي ظن. بس أنت اللي مركز. يعني هني وناسي عقلك عند الحب. ثلاثة واقع والخير بقبال. سلام. سويت خلصنا بعد ايش خلصت سويت ايش تقول خلصنا الحين ذابحني ابي حلاق ويبدا بديك الحكايه وبعدين هذه اخرتها يما ما احب اكثر من كذي يا فيصل يا يما ما يصير قلتك هذه كلها مالك على الدين لا وي ما عليك منها شعرك يهبل ايش زينه وي اي هبل الله يهداك يهبل انتوا يا هالجيل تحيرون لا من شعوركم لا من هدومكم لا من رموشكم تفشلون هذا العاد انتوا جيلكم بالذات اللي يسكت ولا يتكلم ولا كلمه ما حد لبس المنجوب والميرجوب والحفر غيركم يما بدعتوا الصراحه خلف الله علينا ما نفتهم بذاك الوقت مع الخيل يا شقره حتى جامعتكم كانت اختلاف اي بس عاد الروح حلوه والنفس نظيفه نطلع رحلات ونروح وانت يما يا حلاتنا كلهم اخواننا وقت ما يتعوض وين رايحين بنات شربت بنروح المدرسه نواعد سومتي هني متى بتي خل أشهد الحدث التاريخي بنواعدها بعد المدرسة أقول يما فايزة طلي على غلا مرت أخوك ما أدري إيش فيها أنت مو رفيجتها لا يما حالة الله يرحمها رفيجتي بس غلا رفيجة فتوح ما علي يما هم طلي عليها شوفيها هقوتي متخانقين متهاوشين ما أدري إيش فيهم يا ربي هالولد ما أدري إيش قصته إي صدق تذكرت ذاك اليوم لما كنت عندهم كانت قاعد تهاوش مع واحد بالتليفون جنة كان قاعد يهددها يهددها منو هذا ما أدري كنت بقول حق فهد لا يما زين سويت ما قلت له منو هاللي هددها عادهم بروحهم ملزقين خلاص أنا بروح أشوف غلا غلوي منو أنا فتوح أنا فتوح على حبيبتي شلونك زينة شفيت ما فيني نسات وأسارة يلا يعينك بعد هذا الحمال قولي الصج صاير شي بينك وبين فهد لا ماكو شي شفيت يا عيت تستجوبيني من صباح الله خير ماكو شي بس فيصل قال إن سمعت قاعدة تصارخين على واحد بالتليفون وتقولي لنا أنا متزوجة و... وش قال بعد بس شفيك انخبصتي وانخطف لونك جنا السالفة صج انزين وعديني ما تقولي الحق اي احد انا لو مو صاكه فيني الدنيا ومتوهقه ومو عارفه ايش اسوي كان حتى انتي ما قلت لك غلوي شفيك خراتيني ايش السالفه حلا دعمت واحد ومات بلحظتها انحاشت بس في واحد صورها فيديو وتم يبتزها يبي منها فلوس ولما توفت لف علي انا عبال ان انا هي حذرت حلا دعمت واحد ماني قادره اقول حق فهد ولا قادره اقول حق اي احد ما ابي اخرب صورتها المشكله ان هالكلب كل يوم يدق علي يهددني يبي فلوس يبي فلوس ايش كثر يبي ان شاء الله اخر مره كلمني يبي 1000 تعطينا بعد شو اسوي اذا ما اعطيته بينشر الفيديو باليوتيوب المشكله ان انا ماني قادره اروح له فهد لاقي مسجات قديمة بيني وبين حلا أقول لها إن أنا أحب واحد وبنتزوج بعدين إيش بتسوي؟ ما أدري فتوح بس ما أبي أحط على نفسي شبه زيادة إذا خلاص أعطيني الفلوس أنا أوصلهم له صدق؟ فهد مسكي هذا 1000 خلي معاك وأنا راح أدز رقم تليفونه يلا خلاص أنا رايحة ماشي أشوة الباص للحين ما خذاهم
Excuse me, كم؟ تبي ملابس حق الوينتر يعني جاكيت كمبل باكس شوز؟ يس مام. اوكي ذس از ماي ادرس ها افتر 1 اور تعالي البيت. شكرا. بعد ساعة بتي عند البيت.